ومسؤولو الانتخابات أدوا مهامهم وواجباتهم دون الكثير من التدخلات أو أي تدخل، وهذا هذه الشهادة للشعب الأمريكي. بينما لم نعرف بعد كافة النتائج، هذا ما سنقوم به الآن. بينما تتوقع، كانت وسائل الإعلام تتوقع موجة حمراء هائلة، هذا لم يتحقق. وأعتقد أن هذا ربما يعود لهوسي بالتفاؤل، ولكنني كنت مرتاح. طبعا الخسارة مؤلمة، بعض الديمقراطيين لم يفوزوا الليلة الماضية، وقد خسرنا بعض المقاعد في مجلس النواب، وكان أفضل أداء بالنسبة للحكام منذ عام 1986. نعلم أيضا أن الناخبين تحدثوا بوضوح بشأن ما يقلقهم، بشأن ارتفاع أسعار وكذلك ضرورة خفض التضخم وكذلك الجريمة والأمن العام، وقد وجهوا رسالة واضحة للبس فيها. هم يرغبون في صون ديمقراطيتنا وكذلك الحق في الاختيار في هذا البلاد. وأود أن أشكر تحديدا الشباب في هذه الأمة، حيث قيل لي، لم أرى الأرقام بعد، ولكن قيل لي أنهم صوتوا بأرقام تاريخية. هم طبعا أكدوا على مسألة تغير المناخ وكذلك العنف الأسلحة. والليلة الماضية سعدت بأن أتصل بماكسويل فروست، هذا الشاب في 24 الذي فاز ضد مرشح جمهوري، وقلت له بأنني كنت ثاني أصغر نائب في ينتخب في عام، كان عمري 29 عام، وأنا متأكد أنه سيكون له مشوار طويل وناجح. ولكن الناخبين كانوا أيضا واضحين إزاء إحباطهم، وأنا أتفهم ذلك. وطبعا هناك سنوات صعبة كانت بالنسبة للكثير. عندما جئت إلى البيت الأبيض ورثنا أزمة جائحة كورونا واقتصاد متردي، وعملنا بسرعة لتلقيح الأمريكيين وتعزيز النمو والتركيز على الاستثمار على المدى البعيد في مجال البنية التحتية في الطرق والموانئ، وبدأنا العمل فقط. الجدير بالاهتمام أن كل ذلك سوف يتضح أكثر في شهور يناير وفبراير ومارس من العام المقبل، وأنا متفائل بشأن ذلك.